من المنتظر أن يلعب منتخب مصر مباراة قوية اليوم مع مضيفه كاب فيردي، حيث يسعى المدرب المصري حسام حسن لتجربة عناصر جديدة في تشكيلته بعد أن ضمن التأهل لبطولة أمم إفريقيا، خاصة أن المباراة تأتي مع غياب نجمين بحجم محمد صلاح وعمر مرموش. للمزيد من التفاصيل حول المباراة ينضم إلينا من القاهرة المحلل الرياضي الدكتور عثمان إبراهيم. صباح الخير يا دكتور، أهلا بك معنا. يلتقي المنتخب المصري في مباراة هامة اليوم وهو فعليا حسم التأهل، كيف ترى هذه المباراة والحالة النفسية للاعبين؟ صباح النور على حضرتك طبعا كل الساده المشاهدين. مباراه هي عنوانها تحصيل حاصل، لان منتخب مصر حقق الهدف وهو تاهل افريقيا في المغرب 2025، ولكن المباراه اصبح لها اهداف اخرى زي ما حضرتك ذكرت من شويه، في ظل غياب محمد صلاح وعمر مرموش اثنين من نجوم العالم في الوقت الحالي او في الشهرين الاخيرين تحديدا. اعتقد الاثنين يعني ملأوا سمع وابصار العالم كله خلال اخر شهرين، ولكن المنتخب الوطني فرصه ذهبيه انك تجرب بعض العناصر الجديده، في ظل ان ما فيش ضغوط على منتخب مصر طبعا، وكابتن حسام حسن قدر يقود المنتخب لاربع انتصارات متتاليه، العلامه الكامله 12 نقطه وضمان التاهل لكاس افريقيا من اول المنتخبات التي ضمنت التاهل للنسخه المقبله، وبالتالي فرصه كبيره جدا جدا انه يمنح بعض اللاعبين الجديده ظهور لاول مره، او بعض اللاعبين يكتسبوا خبرات افريقيه في هذه المباراه، خاصه انها رحله الى كاب فيردي، واحد المنتخبات اللي كان متالق في كاس افريقيا السابقه في كوت ديفوار، ففرصه كبيره جدا جدا للاعبين يكتسبوا خبرات ونشوف وجوه جديده، وربما يكون في ما يقرب من 7 تغييرات على تشكيل منتخب مصر، يختلف تماما عن التشكيل اللي خاض به مباراه موريتانيا في الجوله الرابعه. وبالتالي عايز اسالك على التشكيل المتوقع النهارده، وهل في تغيير في خطه اللعب نفسها؟ ربما يلجا كابتن حسام حسن الى تغيير خطه اللعب الى 3-5-2، ده احتمال وارد واحتمال كبير، خوفا على بعض اللاعبين، يعني بلغه الكوره مش عاوز اللاعب الجديد يتحرق. يعني ايه يتحرق؟ يعني ما يقديش بمستوى جيد او منتظر منه، وبالتالي ياخد الجمهور انطباع عنه انه لا يصلح للعب الدولي، وبناء عليه ربما يكون في بعض التغييرات زي ما ذكرت من شويه في خط الدفاع، والطريقه هتبقى 3-5-2، بحيث تلاقي مثلا حمدي فتحي يلعب في مركز الليبرو، هو مركز مش غريب عليه في منتخب مصر، لكن على الجانب الايمن هيكون احمد عيد متواجد، محمد حمدي على الجانب الايسر بشكل طبيعي، الاحتمال الاكبر محمد الشناوي يكون هو الحارس الاساسي في هذه المباراه، عشان برضه يدي زي ما بيقولوا كده قوه للمدافعين اللي قدامه، وان في حارس خبره خلفهم، وبالتالي يديهم مزيد من الثقه. ربما نجد محمود صابر طبعا لاعب بيراميدز المعار الى سموحه في التشكيل الاساسي، ابراهيم عادل احتمال كبير جدا جدا يكون متواجد في التشكيل الاساسي، لاعب من اللاعبين الواعدين في منتخب ان شاء الله، ونتمنى له مستقبل كبير، وربما يحترف في الانتقالات الشتويه اللي جايه في اوروبا. اعتقد كمان مصطفى محمد هيعود الى تشكيل منتخب مصر في هذه المباراه، في ظل طبعا غياب مرموش ومحمد صلاح، في غيابات كتيره جدا جدا، تريزيجيه طبعا للايقاف، مروان عطيه للايقاف، طبعا ايقاف مروان عطيه هيدي فرصه ان ممكن نشوف نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك في خط الوسط بنسبه كبيره يكون متواجد في هذه المباراه. يعني بعض التغييرات قد تكون اضطراريه، وبعضها الاخر هي تغييرات اختياريه لاستبعاد بعض اللاعبين زي محمد صلاح وعمر مرموش تحديدا. ارتفاع التصنيف الشهري للمنتخب المصري تطور بسرعة كبيرة تحت قيادة حسام حسن بعد فترة طويلة من هنقول عدم الارتفاع، كيف يمثل ذلك حافزا للاعبين سواء الأساسيين اللي هيبقوا موجودين أو اللي هينزلوا النهاردة في مباراة دولية وممكن تكون لأول مرة بالنسبة لهم؟ طيب خلينا متفقين أن النتائج الجيدة بترفع من مستوى الفريق او بترفع من تصنيفه في التصنيف الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، وبالتالي او بناء عليه منتخب مصر حقق العلامه كامله، 4 انتصارات، انتصارين على ارضه، انتصارين خارج ارضه. مطلوب الفتره الجايه استمرار هذه النتائج الايجابيه عشان منتخب مصر حتى لو لم يرتفع في التصنيف الدولي قل يكون مستقر في مراكز متقدمه في اول مثلا 35 مركز، ده امر مهم جدا جدا، يكون متواجد بين الخمسه الكبار على مستوى قاره افريقيا، التصنيف مهم ومهم جدا عشان بعد كده في القرعه الخاصه بكاس افريقيا، وكمان بعد كده ان شاء الله قرعه كاس العالم لمنتخب مصر برضه قاب قوسين او ادنى من التاهل ليه باذن الله.
طيب سريعا ننتقل الى دوري الامم الاوروبيه ومباراتين هامتين جدا اليوم، المنتخب البرتغالي ونظيره البولندي والمنتخب الاسباني، ومواجهه هامه مع الدنمارك من غير لامين يامال. شايف المباراتين ازاي وايه التوقعات النهارده؟ المنتخب الاسباني ضمن التاهل بالفعل الى دور ربع النهائي في دوري امم اوروبا، ويحتاج نقطه واحده فقط عشان يضمن صداره هذه المجموعه. بالنسبه للمنتخب البرتغالي يحتاج نقطه واحده من مباراتين عشان يضمن تاهله لدور ربع النهائي، اعتقد حتى في ظل الغيابات، وبالمناسبه غيابات اللاعبين الدوليين في شهر نوفمبر كبيره جدا جدا لكل المنتخبات تقريبا، وبناء عليه اعتقد انها لن تؤثر على مسيره المنتخبين. المنتخب الاسباني سيتصدر مجموعته وسينال المراد. المنتخب البرتغالي اعتقد ان هو سيتاهل ويتصدر مجموعته ويبدا المواجهات الحقيقيه والمستويات الكبرى ان شاء الله في ربع نهائي دوري اوروبا، هنستمتع بيه ان شاء الله في 2025. اشكرك شكرا جزيلا المحلل الرياضي دكتور عثمان ابراهيم، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من القاهره.